علينا بهذا العيد المبارك أظهر الفرح والاستبشار، فإن هذا من الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الفرح في هذا الشهر الكريم، يظهر الاستبشار. كان عليه الصلاة والسلام يفرح إذا رأى من يظهر الفرح والبشاشة في هذا اليوم المبارك. كما أنه صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته فوجد عند عائشة جاريتين صغيرتين تغنيان بشيء من الغناء، وليستا بمغنيتين، كانتا ترددان شيئا من الأشعار وتضربان عند عائشة بالدف. فدخل صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وإذا به يأخذ جانبا من بيته صلى الله عليه وسلم ويتغطى باللحاف حتى لا يحرج هاتين الفتاتين الصغيرتين. فلما دخل أبو بكر ورآهما قال: سبحان الله، مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، دعهما، فإننا في يوم عيد. يعني اليوم يوم فرح يختلف عن غيره، اليوم يحصل فيه من الأمور ما لا يحصل في غيره، دعهما يا أبا بكر، فإننا في يوم عيد، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. بل إنه صلى الله عليه وسلم في بيته لما سمع صوتا في المسجد فأطل من جدار بيته إلى المسجد، وكان المسجد ملاصقا لبيته، وإذا بالحبشة، قوم من الحبشة يلعبون بحرابهم في يوم العيد، نوع من الاستبشار والفرح وإظهار السعادة في هذا اليوم المبارك. وإذا به عليه الصلاة والسلام يعجبه هذا المنظر، حتى إنه يدعو أهله ليستبشروا معه ليدخل السرور عليهم، ويقول: يا عائشة، تريدين أن تنظري؟ قالت: نعم. فجاءت لتنظر وإذا الجدار أعلى منها، فحملها صلى الله عليه وسلم واتكأت على ظهره وكتفه وجعلت تنظر، وهو يقول لها: أكتفيت؟ وتقول: لا لا، حتى شبعت من النظر إليهم. فهذا اليوم هو يوم الفرح أيها المسلمون، أظهر البشاشة، أظهر الابتسامة، أظهر الفرح والسرور عند أهلك، عند زوجتك، عند أولادك، عند جيرانك، عند أصدقائك، عند الناس جميعا. إن دخلت إلى دكان فأظهر الفرح، إن مشيت في طريق فأظهر الفرح، إن اتصل بك أحد فأظهر الفرح. هذا هو يوم عيد، وهذا عيدنا الذي نظهر فيه من الفرح والبشاشة ما نراه عبادة نتقرب إلى الله تعالى بها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها